مدافع أي تورين عيدا ماذا نبض إلى أن تمد وافريكا إدل كصومالية أي أمي الصومالية وحاول دعوة عيدا مشاي كسو قاري ضد شعبة وربحين أرتها سكوب صاحب سمو حين وهاي وريا آذن عيديد آذن يريسو وركي يقول دنبي وربحين تو كيري سد دجان كودو عاصمة مقالة مقدسة أي شيء جين مدافع أي سو تورين عيدا ماذا نبض إلى أن تمد وافريكا أي أمي الصون أي وحي إلى دي مشاي دعوة عقيسة تدت كرايت كا ورر كله حديد آخرين تني أي شيء جين دجان كربا ودو على شبيها إدريت كمقالة مقدسة أي هالكاسي كدهن مدافع أي صوت ورين هذا مضى أميسون إن بدي لين توش وجد ذلك الصوماليا كدي مركي لو يرري حرمت أي دجانين هو دجان كاسيو دويد إنك صورر كهرداء يهين هذا نقار كم ذورر كني وحشيا إن هذا مضى أميسون سلقي كل يهين دجان كربعو أي حال وير كسو قادين أذكر كترسن حركة ذا الشباب إذا مر كاسين أي صوتين كتشو وابن مدافع أي كردين حافظ كم ذا دجان كاس وهاي دتر إذا كل إنتان قوتشو goobjoogi deegaanka si ku sugan walaal la idaacada radio dalsan ayaa wax xaqiiqeeyay madaafiyada ay ku dhinteen laba ruux oo shacab ah markaasina ay ku dhaawacmeen dad kale alshabaab ayaa dhowr jeer oo hore weeraro ugu qaaday saldhiga ciidamada amniga ku leeyihiin deegaanka Arbacu waxana inta badanba khasaare kala kulma dadka deegaankaasi way waxyeelo ka soo gaadhay dagaalada labada dhinac ma aha markii ugu horeysay dad shacab ah ku waxyeeloobaan hubka ay ridayaan ciidamada nabad ilaalinta ee Amison waxana dhowr jeer oo hore dhacday inay dad rayday ku waxyeeloobaan madaafiyada ay ridayaan ciidamada Amison.